بيئة العمل ضروري أنه نكون عندنا نسج علاقات مع زملاء العمل لأنه بنقضي أوقات كتير صحيح. بمجال العمل يعني أكثر من 8 أو 10 ساعات ببيئة العمل وهالأمر لابد من أنه يخلق حاجة لبناء علاقات جيدة مع زملاء العمل صحيح. طبعا من هذا المنطلق أصبح ما يعرف ببناء فرق العمل أو تيم بيلدينج هيك بيقولوا عنه يعني مطلبا أساسيا في المؤسسات وفي زمن طبعا تتزايد فيه التحديات والمتغيرات ما يتطلب أكثر من مجرد مجموعة من الأفراد الموهوبين يعملون في مكان واحد بل إلى فريق متكامل يعمل بتناغم مثلي أنا وأنتي جرازيلا ما في شك طبعا للحديث عن أهمية بناء فرق العمل بنستضيف بالاستوديو سيد عبد الرحمن علي مصطفى اختصاصي تدريب مؤسسي. صباح الخير. صباح النور. شكرا لوجودك معنا. مهران على سبيل المزاح كان عم بقول مثل ما نحن فريق هذا التناغم مش بسهولة بيجي بالفعل هل هل هالكيمياء يلي ممكن تنوجد بين أعضاء الفريق الواحد وأهمية تيم بيلدينج أو تأسيس الفريق ضمن المؤسسات الحديثة يلي عم يكتسب أهمية كتير كبيرة. أولا أشكركم على الاستضافة هاي وشكرا لتلفزيون دبي. موضوع بناء فرق العمل واحد من المواضيع المهمة جدا اللي احنا شفناها في بيئة التدريب بشكل عام سواء بالتعامل مع المؤسسات الكبيرة أو المؤسسات الصغيرة لأنك اليوم فريق العمل بتكون من شخص من شخصين وأكثر. هذول الشخصين بتكون عندهم مهمة محددة مثل فريق العمل اللي هو بينجز مقابلات زي هيك. كل شخص من هذول الأفراد العمل عنده مهمة محددة يتم أخذها وإعطاها للشخص اللي بعده. فالتناغم من ضمن فريق العمل الواحد بيؤدي إنه المؤسسة فعلا حتحقق الأهداف تبعتها سواء كانت أهداف متكررة مثل كل يوم أو أهداف على مدار السنة. فبتعقيد بيئة العمل الحالية وكثرة المتطلبات عليها صار مطلب أساسي مش أنك توظف الشخص الصح لا تحطه من ضمن فريق عمل يؤدي فيه بطريقة فعالة وناجحة. نعم. مين المسؤول عن هذا التناغم برأيك؟ التناغم بيجي من فرد شخصه ولا قائد الفريق؟ عندك نوعين أو عندك فرعين للموضوع هذا بيبدأ من رأس الهرم مدير الفريق سواء كان التيم ليدر اللي هو على صعيد الفرق الصغيرة أو كان اللي هو رئيس القسم هو دوره الأساسي أصلاً باستكشاف المواهب الموجودة وبعدين وضع نوعية من التناغم ما بينهم لأنه أنت في النهاية عندك أعراق متعددة لغات متعددة ثقافات متعددة والحمد لله دولة الإمارات يعني إحنا بنعمة أنه نتعامل مع شخصيات كثيرة. أنا في مسيرة 22 سنة تعاملت مع أكثر من 98 جنسية من عدة ثقافات. اللغة الأساسية تبعتهم مش دائما اللغة الإنجليزية أو العربية صحيح. فالدور المدير في الحالة هاي هو تفكيك اللي خلينا نقول المصاعب في التعامل مع الناس. كيف أنت طريقتك في التعامل معي هل هي حتكون كتابة قراءة عن طريق التليفون هذا دور المدير في الموضوع هذا. جميل. ذكرت حضرتك أمر أساسي أنه ضروري القائد أو قائد الفريق يكون عنده ما يكفي من الدراية لاختيار الأشخاص المناسب يلي بتتناغم مع الفريق. طيب بعض الأحيان بيكون عندنا أشخاص كلهم على حدة مبدعين بمجالهم موظفين مثاليين من الطراز الرفيع ومجتهدين ولكن سوا ما بيزبطوا. السلوكيات يلي لازم يتخذها قائد الفريق حتى يزيد الثقة بين أفراد فريقه. سؤالك مهم جدا لأنه هذا اللي احنا شفناه في مجموعة كبيرة من خلينا نقول حلقات النقاشية اللي قعدناها مع الموظفين. بيجي مدير القسم بيقول طب أنا عندي موظفين متميزين ولكن سوا ما عرفت. فكانت النقطة الأساسية اللي هي دور فريق العمل أو دور مدير فريق العمل هو توضيح الأهداف. أنا اليوم شو بدك من عبد الرحمن؟ احكي لي شو بدك إياه، متى بدك إياه مطلوب مني. لما تحدد لي الأهداف بطريقة واضحة وزمنها والهدف العام للفريق شو هو، بعدين انت جلوسك كمدير فريق مع كل فرد تستشف منه النقاط الاساسيه والحقيقيه مثل لعبه الشطرنج. انا اليوم بقدم حجر على حجر ليش؟ لانه انا شايف انه هذا الشخص راح يلبيني اكثر في الفريق العمل. فالدور مدير فريق العمل الدور الثاني الدور اشرافي. اليوم انا كونت فريق العمل، طيب هل فريق العمل مؤدي؟
أنا ما بقدر اليوم أحط فريق عمل وأبعد عنه، لا، أنت كدور فريق عمل لازم تشرف عليه وتتابعه. ليش؟ لأنه ممكن في فترة أداء فريق العمل يصير في هبوط في الأداء. طيب طبعا. وين الهبوط في الأداء؟ شخص من الناس يمكن الكفاءة تبعته أنت كنت متوقع أنه كفاءته عالية، طب لا خلينا نسحبه ونستبدله إذا كان في مجال استبداله ولا. فأنت كمدير فريق عمل مهامك لا تنتهي بعد وضع فريق العمل، لا، هي تستمر معاه لغاية إنجاز المهمة، وإشراف مستمر. بالضبط. فريق عمل متناغم، أنا حاب أسلط الضوء على نقطة معينة. نعم. هل يمكن لفرد واحد أن يهدم ربما هذا التناغم بين فريق العمل إذا كان هو غير مش بمحله أو مش من مكانه المناسب؟ أنا ممكن أحكيها بطريقة ثانية، اللي هي مش الشخص، السمات الشخصية تبعت المهارات الداخل الشخص هذا ممكن تؤدي إلى هذا النوع. ليش؟ لأنه واحدة من المشاكل العمل أثناء الفرق أو من خلال الفرق حجم المعلومات، واحد، اثنين، عدم القدرة على التناغم مع بعض. أنت اليوم تيجي بتقولي أنا خلصت المهمة اللي عندي، ممكن تساعدني فيها؟ طب إذا هذا الشخص ما عنده القدرة، إحنا بنسميها الذكاء الاجتماعي في بيئة العمل. الذكاء الاجتماعي في بيئة العمل إنك تعرف متى زميلك في العمل محتاج مساعدة ومتى تقدم له إياها وكيف تقدم له إياها. فصحيح للأسف في بعض الناس ممكن تكون ظاهريا شكلها جاهز لأن تكون عضو فعال، ولكن السمات الشخصية أو خلينا نقول الصفات الشخصية والكفاءات اللي موجودة عنه بلو بار أو أقل من. كرمال هيك في تصنيفين، سولو بلاير وتيم بلاير، أو لاعب منفرد ولاعب ضمن الفريق، أو فريق كامل بس ما عنده هداف مثلا، فما الفائدة من دخلتني على جمال الكورة؟ طيب حضرتك بطريقة من الطرق وضحت لنا أبرز التحديات، خلينا نحكي من منظور إيجابي، التقنيات أو الاستراتيجيات الواجب اتباعها ل ما بدي أقول فرض ولكن لخلق بيئة متناغمة بالعمل. احنا اليوم في فتره زمنيه التكنولوجيا بتلعب فيها دور اساسي جدا، وبالعكس متاح للناس يعني مجموعه كبيره من الفضاءات الالكترونيه او حتى اللي هو برامج الالكترونيه اللي ممكن، حتى الذكاء الاصطناعي اللي ممكن يخفف عبء من الاشياء الروتينيه لفريق العمل ينفذها من ناحيه خلينا نقول التدقيق على الاجتماعات، التدقيق على التقارير وكذا. فهذا بيعطي اريحيه لفريق العمل لينجز فعلا هو شو الهدف الاساسي تبعه. لانه في بعض الاحيان فرق العمل للأسف واحدة من المشاكل اللي كانت موجودة فيها اللي هي بتصرف وقت كثير أثناء الاجتماعات، لكن أثناء تضحك بس يوم هذا هذا فعلا اللي صار. فوقت التنفيذ بتلاقي فريق العمل استنزف منهك. ففي عندك عملية اللي هي وضع KPIs، KPIs اللي هي Key Performance Indicator لكل تاسك، يعني اللي هي عوامل الإنجاز بالضبط. وعمل تحديد الإنجاز، مقياس الإنجاز عفوا. بالضبط. أنت الحين ممكن كمدير فريق، مدير فريق عمل، تيجي تقول مثلا أفراد الفريق إحنا اليوم عندنا محطات رئيسية لازم نحققها خلال وقت زمني معين. هذا بيخفف العبء على الأشخاص، لأنه في نقطة مهمة، ممكن أنت اليوم تنشأ فريق العمل حتى يتعاطى مع مهمة صعبة. وهنا المشكلة، المهمة الصعبة أحيانا بتخلي فريق العمل ياخذ موقع دفاعي، انه انت حطيت بوز المدفع صعب شوي. فدور فريق العمل او دور مدير فريق العمل تفكيك المهمه هاي ويعطيك مهمات جزئيه، انت هيك بتحفز فريق العمل انه ينجز، ما بتعطيه المهمه كامله ولكن هو عنده فكره شو بده يعمل. اثنين، لازم يكون دورك مهم جدا بالاشراف والتدريب. تدريب الأشخاص، تدريب الأفراد الأشخاص، نعم، لصقل مهاراتهم وتطويرها. أنت حكيت نقطة مهمة قبل اللي هي ممكن يكون عندك سوبر بلاير. السوبر بلاير هذا ممكن يكون لأنه سوبر بلاير لكن قدرته على التناغم الاجتماعي بين فريق العمل محدود. فهنا دورك أنت في عمل كمدير فريق أنك تخلق البيئة هاي. في واحدة من النقاط إحنا شوي مهمة جدا هاي اللي هي الكوميونيكيشن، أنت اليوم التواصل قديش هو موجود، ولكن هل كفاءة التواصل حقيقية؟ يمكن لو سلطنا الضوء على التبعات يكون تأثيرها أكثر على الجمهور. أنا حاب أسلط معك الضوء أيضا، أنا شوي دقيق بهاي المواضيع وبإجازة لو سمحت. عدم وجود فريق متناغم في بيئة العمل كيف يؤثر سلبا على العمل، ومن هو الخاسر الأكبر فيها؟ الخاسر الأكبر هو المؤسسة. ليش؟ لأنك اليوم أنت المؤسسة بتبدأ سواء مؤسسة صغيرة أو كبيرة، أنت بتبدأ سنتك المالية وعندك أهداف حقيقية بدك تنفذها. لما بتحط فريق عمل غير متجانس غير قادر على تنفيذ هالمهمة، فالفشل حتمي للأسف. للأسف.
هون لابد من توجيه تحية لفريق دبي هذا الصباح بالفعل. لأنه مستمرين طبعا لا يخلو الأمر من التحديات لا يخلو الأمر من النقاشات، ولكن الجو العام السائد هو جو متناغم، والمشاهد عم بيكون الرابح الأكبر. ما بدي أحكي عن الخاسر الأكبر لأنه عم نحظى باستضافة أشخاص مثل حضرتك عم بتضوي على مواضيع مهمة طبعا، وسائر الضيوف اللي عم بيكونوا معنا. عبد الرحمن علي مصطفى اختصاصي تدريب مؤسسة، شكرا جزيلا لوجودك معنا ولها النصائح. الله يعطيكم الصحة والعافية.